روح الاحتواء يا جماعه. يعني الواحد لما بيجي يقعد وخلاص يا جماعه اقعد مع زملائي في الاعداد يقول لي يا كابتن اسلام ومش عايزين نتكلم كتير عن كذا علشان احنا، اقول لهم ماشي وخلاص واخد قرار ان انا افاجئ بحاجه تخليني ابقى طالع. لازم اتكلم عن هذا الامر، لازم اتكلم عن هذا الامر. هو انا ينفع اطلع اقول عليا الطلاق بالثلاثة انا عامل حلقه النهارده مش عارف ايه؟ ايه يا جماعه؟ ما فيش حد بيعمل كده. يعني رفقا يا كابتن عصام يا عبد الفتاح بتاريخ كابتن عصام عبد الفتاح. مش عايزين حاجه، كل اللي احنا عايزينه ان يكون هناك هدوء. هدوء. عايز تعاقب سيد عبد الحفيظ؟ مفيش في مصر حاجه بتحصل غير ان سيد عبد الحفيظ يتعاقب ويطرد بكارت احمر. سيد عبد الحفيظ اللي بيطالب ايه؟ بيقول راجل ايه؟ هو انت يا كابتن بتعمل حساب مين؟ طب يعني لو الكلمه دي غلط ما تطلع له كارت اصفر، لكن كارت احمر على طول في ثانيه كده. اشمعنى سيد عبد الحفيظ؟ وبعدين ثاني يوم عليا طب الثلاثه مش انا وما قلتش والكلام ده مش صحيح. تمام يا كابتن هنصدقك، هقول ايه؟ لكن الكابتن، لكن التحكيم يا كابتن يخليني ما اصدقش حاجه خالص. اداء الحكام في الملعب يخليني ما اصدقش.